زواج محمد عساف في دبي، وهذه هي العروس. فاجأ المطرب الفلسطيني محمد عساف جمهوره اليوم بإعلانه الزواج والاحتفال بزفافه في دبي وسط أصدقائه وأقاربه، وذلك بدون الإعلان عن تفاصيل زواجه وهوية عروسته التي أثارت التساؤلات. وتداول جمهور محمد عساف اللقطات الأولى من حفل زفافه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبروه مفاجأة كبيرة منه، خاصة أنه لم يعلن عن ارتباطه أو استعداده للزواج، ولم يكشف أي تفاصيل عن زواجه وعروسته في الفترة الأخيرة. وظهر عساف وهو يرقص ويحتفل مع عروسته على أنغام أغاني المهرجانات. وكان الفنان الشعبي الفلسطيني قاسم النجار هو من أعلن زواج محمد عساف، عندما قدم له التهنئة عبر صفحته على الفيسبوك قائلاً التالي: وأخيراً خبر حلو بـ 2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، أبارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة. ووفق المعلومات فإن زوجة عساف فلسطينية الجنسية من غزة، وأمها دنماركية وهي من خارج الوسط الفني، وعمرها 22 عاماً، وتدعى ريم عودة، كانت تعيش في السعودية قبل الانتقال للعيش مع والدتها في الدنمارك. وبحسب المعلومات الفنية المتاحة، فإن محبوب العرب التقى ريم عودة العام الماضي، ودارت بينهما قصة حب قاربت 8 أشهر حتى قرر الزواج منها. وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد ارتبط لفترة قصيرة عام 2015 بمواطنته الإعلامية لينا القيشاوي، ولكن هذه العلاقة لم تستمر كثيراً، ليعلن الثنائي عن خبر انفصالهما ورفضا الكشف عن سبب الانفصال، في حين قالت والدة عساف إن لينا تريد أن تقوم بأفعال أشياء من دون موافقة مسبقة من محمد، وهذا أمر يرفضه محمد، وربنا يرزقه ببنت حلال تصونه وتحبه وتخاف عليه. محمد عساف، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. ولد محمد عساف في ليبيا في الأول من سبتمبر عام 1989، عندما بلغ 4 من العمر غادرها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة. والده موظف متقاعد كان يعمل بوزارة المالية في الجمارك، أما والدته مدرسة متقاعدة كانت تدرس العلوم والرياضيات. درس محمد الإعلام في جامعة فلسطين وتخرج منها، وبعد نجاحه في الغناء وتألقه كرمته الجامعة في عام 2014. اكتشفه الفنان الفلسطيني جمال النجار الملقب بمغني الانتفاضة وهو في 5 من العمر، وتبنى موهبته. قدم أول أغنياته باسم شدي حالك يا بلد وهو لا يزال في 11 من عمره، ولاقت قبولاً واسعاً حينها داخل غزة. أما أغنيته الأكثر شهرة علي الكوفية، فقد بدأ غناءها منذ كان في عمر 16 من عمره.
كما سبق أن شارك في برنامج نيو ستار في فلسطين وغنى فيه للجنة التحكيم عن بعد بسبب تعذر حضوره للاستديوهات البرامج نظرا لحصار غزة. ولكن المشاركة التي غيرت حياته ووجهت أنظار العالم كله نحو فلسطين هي مشاركته في أرب آيدول. وبصعوبة كبيرة استطاع محمد عساف أن يشارك في برنامج أرب آيدول، حيث استغرق وصوله إلى مصر للمشاركة يومين كاملين بعدما غادر غزة متجها إلى مصر. وفاز بلقب محبوب العرب بعد حصوله على أكثر من 68 مليون صوت من جميع أنحاء العالم العربي. وتمكن محمد عساف من خطف أنظار الجماهير العربية وغير العربية أيضاً، إذ تلقى عام 2014 دعوة من جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك للغناء أثناء الافتتاح الرسمي لفعاليات كأس العالم عام 2014 في البرازيل، ليكون بذلك أول مطرب عربي يشارك في افتتاح كأس العالم. أما في عام 2015 أنتج فيلم يتناول مسيرة محمد عساف من إخراج المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وصورت مشاهد الفيلم بقطاع غزة وجنين وفي عمان والبحر الميت في الأردن.